Mission accepted. Ah! الشياطين بيتحركوا حوالين مخابئنا، فقد دين الله. يمكن يكون سعيد مسكوب، بس ده مش معناه ان حاجته تتسرق. النسر اتنين صحي، تقرير من النسر اتنين، انتبه. ايه المخابئ اللي الشياطين وراها؟ هستدرج رجال الفيسك بره واعرف بيحرسوا ايه. ايا كان هو ايه، مش عايزه يبقى مع فيسك او الشياطين. في مخلفات كتيره منتشره هنا، رامي شبكة في مكانها هيعمل تشتيت كويس. عارف نفع البروف القديم؟ محتاج استراحة. عبوس عليك. ايه؟ عبوس عليك. مين هيك؟ يلا ننتهي. شايفه.
عارف ان احنا مش هنقدر نعدي الحرس او نعمل ابحاث مش قانونية. ايوه انا عارف، جبت مذكرة عشان كده. عايز تقول ان احنا بنعمل بحث قانوني قوي؟ عجبني الموضوع ده. اسمك ايه؟ الضابط ديفيس، وناديني جيف. وانت؟ بهزر معاك، ابني معجب بيك. طيب هي المذكرة دي بتشمل كسر الابواب؟ مش من غير اعمال ورقية تانية كتير. تمام، هلاقي طريقة تانية. اي مكان خربان زي ده اكيد فيه فتحة في حيطة او الشباك مكسور. هستكشف المكان، كنت هروح بنفسي بس انا مش سبايدر مان. قفلوا المنطقة اللي قدام، بس أنا واثق إنهم ما اهتموش بباقي المكان. أكيد في مكان يتسحب منه حد بيتسلق الحيطان. حد هنا في صياد حقود ايده مكانها خطاف مثلا؟ طيب فين الباب المقفول بقى؟ جاف انت موجود؟ بحاول على قد ما اقدر ان ابعد عن النكت السخيفة. ما اقدر ده، لقيت صندوق توصيل الطاقة للباب. أكيد في مواصير تودي هناك. أيوة فهمت، لو دوينا الحبل عليه هيخلي الباب يفتح. هايل، بس مش معانا حاجة لتوصيل تيار كفاية. جرب ده، سلاح صاعد. هايل، المكثفات اللي في الشيء ده هتأدي الغرض بالظبط اللي بفكر فيه. راجل الادوات، ها بتفكرني بابني بدا يفك التلفزيون وهو عنده 5 سنين،
ودلوقتي بقى بيفتح تليفونات اصحابه. شكله كده ممكن يعلمني شويه حاجات. تمام، كل حاجه قانونيه قدام الناس. محبط جدا للامال صح من اول نظره. خلينا نقرب. انت بتدور على حاجه معينه؟ الحوش ده هنا من زمن طويل، كان بيستغلوا المهربين في الوقت ده. فهمت، شكلهم بيحبوا الاوض الخفيه. شوف ده شكله فاضي، عندي لوحه خفيه زي اللي على الباب. المواسير بتودي الناحيه اللي ورا، دور على صندوق توصيل تاني. هشوف لو عدسات قناعي تقدر تلقط الانابيب.